يجب ان هو يكرم يعني. لو اتكلمنا على وائل جمعة وعماد متعب، شايف حضرتك ان عماد متعب في حاجة غلط، في سوء حظ، إصابة، مش قادر يرجع، ممكن هيرجع بسهولة، شايف حضرتك ايه؟ لا، في طبعا باد لك بالنسبة لعماد، وفي نفس الوقت يعني كثرة الإصابات أكيد بتعوقه كل ما بي يعني بي يعني بيمشي في خطوات انه يرجع لمستواه ويرجع لوضعه. الاصابات بتعطله، وده كنا بنتكلم ان هو ده باد لك طبعا كبير جدا بالنسبه لعماد. وفي نفس الوقت وائل في حته من ابو تريكه حبه للملعب وان هو موجود، لكن انا بقول يجب ان وائل يحافظ على اللي عمله، لان وائل برضو انجازاته كبيرة وإنجازاته مميزة جدا، فيجب أنه يحافظ على اللي عمله. حبه للنادي الأهلي ده شيء مميز جدا، حبه أنه يبقى موجود في الملعب على طول ده شيء، لكن كل حاجة بحسابات عقلانية ومنطقية، لأن يجب أنه يحافظ على تاريخه وعلى الإنجاز اللي هو عمله. أخيرا كابتن حسام، في ملف النادي الأهلي، حضرتك لو صاحب قرار دلوقتي أحمد فتحي بيطلب الرحيل، وائل جمعة ممكن يكمل أو ما يكملش، أبو تريكة اعتزل، بركات اعتزل، عماد مش في الملعب، حضرتك تعمل إيه؟ هل تستعين بناشئين؟ هل محتاج صفقات؟ الوضع يجب أن هو يبقى مدروس بمنطقية، لأن الوضع المادي مهم جدا في القرارات اللي احنا هناخدها دي كلها. الوضع المادي مهم جدا. في نفس الوقت حتة أحمد فتحي، بنقول أحمد فتحي، أحمد فتحي المفروض عقده بينتهي. التجديد لأحمد فتحي لو قلنا احتياجات الفريق، هقول لك أحمد فتحي مهم جدا. لو أنت مش هتقدر تلبي الاحتياجات المالية لأحمد فتحي، مش عاوزين نقول احتياجات مالية، لأن لازم تبقى في الوقت ده في تضحية من اللاعبين، في ظروف صعبة وفي ظروف مالية صعبة للنادي الأهلي، احنا عارفين إن العقود اتخفضت، ويجب إن اللعيبة تتقبل الكلام ده، ويجب إن اللعيبة تضحي حتى لو كان في مقدمات ما اتخذتش، يجب ان اللعيبه تضحي. لكن يجب ان احمد فتحي يكون مقتنع تماما، لان عارف نوعيه احمد فتحي، لو هو مش مقتنع مش هيبقى قادر على العطاء. فكل الكلام دوت يجب المسؤولين ان هم يدرسوه بشكل منطقي وياخدوا القرارات الصحيحه. في نفس الوقت اعتقد ان الظروف الحاليه نتيجه الاصابات اللي موجوده الكثيره هتؤدي ان هيتم اكتشاف عناصر، لان خلاص انت في عناصر كثيره غايبه، لازم مجموعه اخرى من الناشئين تستخدمهم غصب عنك. فاللي هيثبت نفسه هيبقى اضافه جديده، وقد تكون دي يعني صدفه ايجابيه، يعني لان اصابات كثيره جدا لازم تستخدم الناشئين الموجودين. فاتمنى ان الشباب الموجودين دول يستغلوا الفرصه ان شاء الله، ونكتسب كم عنصر جديد مهم جدا في المرحله الجايه ان شاء الله. كابتن حسام، يعني كابتن حسام مهمه بالنسبه لنا كمان في المنتخب الاولمبي طبعا. كابتن حسام بدري هو المدير الفني للنادي الاهلي، مشوار طويل، نجاحات، لعيب يلعب، لعيب ما يلعبش، عايزين فلوس، عايزين نشتري ده في نادي، لعيب ليه مقدمات، لعيب ليه فلوس متاخره، لمشوار تاني خالص وهو مشوار المدير الفني للمنتخب الاولمبي، مفيش صفقات، مفيش فلوس، مفيش لعيب متاخر فلوسه، بختار اللعيب